أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد أمامه من جهة القبلة وإحدى جانبيه بهما قبور ولا يفصل بينهم إلا سور المسجد فقط، وهل يجوز بناء سور آخر؟ ما يجوز الصلاة في مسجد عنده قبور متصلة به، متصلة به ليس بينه وبينها إلا جدار، هذا ما يكفي، لازم يكون بين المسجد وبين القبور فاصل، إما شارع يمشي معه الناس وإما أرض فضاء، أما الجدار فقط هذا لا يكفي ولا يخرج هذا المسجد من أنه مبني على قبور، ولا يمنع أيضا الصلاة فيه من أن تكون صلاة عند القبور. نعم.